بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا والله يعصمك من الناس. إن أعرضت لا تخاف من تبعات الأعراض، لأنه في الحقيقة يستاهلوا كل الأعراض، لأنهم هم جايين بنية صافية، جايين لتعجيز النبي عليه السلام، كما الكلاب المصابين بالمراق ليزيبوكوندريات يجيوا للطب إلا باش يعكسوا لهم تشخيصهم وبينوا منهم عاجزين على فهمهم. أنا يشكي وانت مكش فهمني فاش قال قولوا ماذا وعاني من الشكوى. هذا في عالم المرض النفسي، أما المرض السهيوني أشنع وأشنع وأشنع. وقول ما تحب في هؤلاء، في شأن هؤلاء الأعداء الرقم أول، كما قال ربنا للإسلام: لتجدن شد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء. وذلك علاش نبينا عليه الصلاة والسلام حين يعرض مسألة الحكم أو يعرض في مسألة العهود اللي أسس وجوده في مدينة المنورة، هم خونة ما ردوا على الخيانة، خانوا الله في عهدي. ومرة 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 عاد ربي أعطاني نبينا عليه الصلاة والسلام أن يحكم التوراة فيهم، والتوراة حكمها ما لم تحرف تلك النصوص فيما يخص القوانين هذيك الربانية، فيقع أخلاقهم من هذاك المكان أو تقتيلهم وسلب ما أمتعتهم، لأنهم أخذوها سلبا ونهبا، فحق عليهم أن يتركوها في يد من هم أحق بها، لأنهم مش يحمدوا ربي على ذلك الفي ويحمدوا ربي على ذلك العطاء اللي خرج من يد عصاة ووقع في أيدي الذين أهل طاعة حقيقة، هم أتبعوا نبينا عليه الصلاة والسلام في الأول وفي الآخر. ولا يصلح شأن هذه الأمة في منتهى التاريخ إلا بما صلح به أولها حين كان الرعيل الأول على قلة عدده وعدده كان منصور من لدن الله، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والسلام.